طيب نروح الحقيقة لهولندا. كيفن هوفلاند واحد طبعا من نجوم أينهوفن الهولندي ونجوم أيضا فولسبورغ الألماني. والحقيقة يمكن يعني أثناء فترة وجوده كلاعب وكمدرب احتك بكتير من اللاعبين المصريين، ومنهم بالمناسبة عمر مرموش اللي دربه لما كان مدرب مساعد في فريق فولفسبورغ. كيفن هوفلاند نجم فريق ايندوفن وفولفسبورغ الالماني السابق وضيفنا في السادسه. خلينا بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك وبشكرك طبعا على وجودك معايا في السادسه. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. يعني بدايه خليني اسالك بالمباراه المنتظره، المباراه اللي بينتظرها العالم كله النهارده، ليفربول في مواجهة ريال مدريد في الشامبيونز ليج الأوروبي، إزاي بتشوف المباراة وإزاي بتشوف فرص؟ هل شايف أساساً إن في فرص لليفربول في ريمونتادا تاريخية بعد خسارته في الأنفيلد بنتيجة 5-2 أمام الريال؟ نعم، تظل لديك الفرصة دائماً، دائماً تأمل في نتيجة إيجابية، وخصوصاً إذا كان ليفربول وخسر في مباراة الذهاب على أرضه. ولكن الآن لديك 90 دقيقة، ولديك 90 دقيقة لتحرز الأهداف وتحرز 3 أهداف لتفوز بالمباراة. ليفربول لديه العقلية أن يقوم بعمل مباراة جيدة ضد ريال مدريد، ولكن إذا أحرز ريال مدريد هدف ستكون المباراة انتهت بالنسبة لليفربول. نعم، على مستوى حيازة الكرة أعتقد أن ليفربول لديه فرصة، ولكن وأؤمن أيضا أن هذه الفرصة قائمة لليفربول، خصوصا بمجموعة اللاعبين التي لديه حاليا، وخصوصا اللاعب المصري محمد صلاح، ونأمل أن يكون في أعلى مستوى له في هذه الأمسية. خليني أسألك بالمناسبة، بما أنه يعني بدأنا بالكلام عن ليفربول، عن الموسم الحالي لكودي جاكبو نجم الكرة الهولندية اللي ظهر وتألق بشكل كبير مع المنتخب الهولندي في كأس العالم واللي انتقل لليفربول، إزاي بتشوف مردوده وإزاي بتشوف تجربته مستواه مع ليفربول حتى الوقت الحالي، وتوقعاتك للمثلث الجديد في ليفربول صلاح نونيز وكودي جاكبو؟ نعم، بالنسبة لكودي أنا عملت معه من قبل في أيندوفن. هو لاعب جيد، أدى أداء جيدا مع أيندوفن، ولكن مع ليفربول الأمر مختلف، العقلية تختلف والبيئة أيضا تختلف وتختلف كثيرا عن هولندا. أعتقد أن بعد شهر نوفمبر في كأس العالم كان عليها أن يذهب إلى ليفربول، كانت فرصة لا ترفض. هو بدأ جيدا، ولكن كان لديه بعض اللحظات التي يحتاج فيها للتأقلم، وظهر ذلك في مستواه مع ليفربول. هو يظل لاعب شاب، وأعتقد أن العامل البدني أيضا مهم وأساسي في تجربته ليظهر كفاءته ويظهر جودته، أن يكون مرافقا لمحمد صلاح وداروين نونيز. بالفعل أعتقد أن لديه هذه الفرصة، لأن هؤلاء الثلاثة لاعبون إذا اندمجوا معا سيؤدوا أداء رائعا لليفربول. من واقع متابعتك، ويمكن طبعا امبارح كان في جولتين مهمين جدا، مانشستر سيتي اللي اكتسح لايبزيج بنتيجة 7-0 مع تألق غير عادي الحقيقة، ميجا هاتريك للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، وأيضا الحقيقة طبعا تشيلسي في مواجهة بورتو، مباراة الحقيقة يمكن كانت حتى الثواني الأخيرة منها كل فريق قريب جدا من التأهل. توقعاتك للفرق اللي هتنافس، ومين الأقرب من وجهة نظر كيفن هوفلاند لتحقيق بطولة الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ نعم، هذا ما رأيناه جميعا بالأمس. أنا توقعت أن يفوز مانشستر سيتي، ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة. 7-0 كان الأمر صعبا، كان قرارا كبيرا من الحكم أن يعطي ضربة ركلة الجزاء بسهولة للفريق الإنجليزي، وكانت النتيجة فقط 2-0 حتى نهاية الشوط الأول. ولكن هالاند فاجأنا جميعا، أحرز الثالث والرابع،
كانت مباراة رائعة. وكما رأينا في مباراة تشيلسي أيضا كانت المباراة قريبة لأي من الفريقين. رأينا أن المباراة ظلت حتى النهاية على المحك، وكان كل فريق قريب أن يفوز في مباراة العودة. فبالتالي أن يفوز أي فريق بدور بطولة دوري أبطال أوروبا يمكن أن يحدث ذلك. فكل مباراة لها ظروفها الخاصة. يمكن أن يحدث كما الحال الآن، يمكن أن يفوز فريق بهدفين لهدف أو ثلاثة أهداف لزيرو لصفر. فأعتقد أن كل شيء وارد. خليني أسألك على مين هو، يعني بما أن احنا بنتكلم عن هالاند وفي أسماء طبعا كتير يمكن بارزة في الفترة الأخيرة، واحنا تعودنا من الكرة الهولندية على طول على أنه دايما يبقى فيه اسم مطروح من ضمن أفضل اللاعبين في العالم، هل بتشوف لاعب في هولندا في الوقت الحالي ينفع يترشح لجائزة الأفضل على مستوى العالم؟ نعم، آمل ذلك. كما ذكرت يوجد لدينا جاكبو، سيظهر في الموسم القادم موهبته وكفاءته إذا كان قادرا على المنافسة. وكما ترى الآن مع هالاند، فاللاعب في سن صغيرة ويستطيع أن يفعل أشياء كبيرة، وكان يستطيع أن يذهب إلى إسبانيا، ولكن ما رأينا الآن رأينا أداء كبيرا. وأيضا مانشستر يونايتد لديه لاعبين شباب، ولذلك آمل أن أرى في المستقبل المزيد من اللاعبين الهولنديين على منصة المنافسة على أفضل لاعب في العالم. لدينا ماتايز ليج، لدينا لاعب صاعد وواعد يستطيع أن يصنع المفاجأة في أكبر الأندية في أوروبا. فآمل أن أرى هؤلاء اللاعبين في هذه المنافسة. والسؤال هنا عن الكرة الهولندية عموما، هي واحدة من المدارس الكروية الممتعة جدا على مدار أجيال مختلفة. ما حدش يقدر يقول أنه دايما الكرة الهولندية كرة ممتعة، والمنتخب الهولندي دايما بيخش دايما في أي بطولة كمرشح، وعلى مختلف الأجيال كان بتضم الكرة الهولندية عدد كبير جدا من النجوم في كل الخطوط على كل المستويات، بداية من اللي أنا تابعته طبعا جيل رود خاليت، فرانك رايكرد، فان باستن، دينيس بيركامب، مارك أوفرمارس، باتريك كلايفرت وغيرهم من النجوم الحقيقة، وصولا لويسلي شنايدر وأريال روبن، وحاليا طبعا فيرجيل فان دايك وديليخت. والسؤال هنا، لماذا تعجز الكرة الهولندية على مستوى الأندية والمنتخبات عن تحقيق الألقاب والبطولات؟ الآن كما ترى الأمر يتعلق كثيرا بالإمكانيات وإمكانيات المادية للأندية. لدينا الآن ميزة كبيرة وهي اللاعبون الموهوبون كما ذكرت، ولدينا أكاديميات جيدة جدا على مستوى اللاعبين الشباب منذ سن 15 عاما و 16 عاما. لدينا مواسم رائعة لأياكس أمستردام من قبل، ولكن في آخر ثلاثة أعوام لم نرى إلا أياكس، لأن أياكس كان يعرف جيدا ما لديه ويثق في إمكانيات لاعبيه. ولكن لديك الآن أندية كبيرة في العالم كليفربول وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، إمكانياتهم كبيرة جدا بالمقارنة بالأندية الهولندية. فأعتقد أنهم يستقطبون هذه المواهب. أتمنى أن نفعل مثلهم، وتكون الخطوة القادمة أن يكون لدينا فرق أيندهوفن وفايندرد وآياكس أمستردام أن تعود لكبرى مستوياتها كما في السابق. على مدار مشوارك كلاعب وكمدرب، وأنت كنت طبعا واحد من نجوم فريق أيندهوفن الهولندي، ثم انتقلت للعب في البوندسليغا ولعبت فولفسبورغ وقمت بالتدريب في فريق فولفسبورغ على ما أعتقد. يمكن احتكيت على مدار المشوار الطويل ده بعدد من اللاعبين المصريين، منهم اللي قابلته في الملعب ولعبت ضده، ومنهم اللي قمت بتدريبه حتى ولو لوقت بسيط. خليني أسألك
عن اهم اللاعبين المصريين اللي لفتوا نظرك، وايه هي انطباعاتك اللي كونتها عن اللاعبين المصريين سواء اللي احتكيت بيهم او اللي شفتهم وتابعتهم مع فرقهم في اوروبا؟ نعم، حينما كنت لاعبا كان أتذكر في مصر في كأس العالم كان لديكم مهاجما كبيرا جيدا، كان يلعب في ألمانيا، وفي يوم ما لا أتذكر اسمه، وحينما ذهبت إلى ألمانيا في ألمانيا قابلته، وكان لديكم أيضا لعب خط ظهر جيدا، وحينما كنت مدربا مساعدا أنا قابلت عمر مرموش لمدة أسابيع قبل أن ينتقل إلى شتوتغارت. كان لاعبا شابا وكان عليه خوض هذه المغامرة، لاعب سريع بالكرة، لاعب فنياته عالية جدا، وقد رحل بالفعل لشتوتغارت. وبعدما عاد كنت قد غادرت فولفسبورغ. أنا توقعت له المستقبل جيد وأن يبدأ في التشكيلة الأساسية للفريق، فأتوقع له المزيد في الكرة الألمانية بشكل شخصي، وأتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة. أعتقد في فترة وجودك في أيندهوفن لعبت ضد نجم النادي الأهلي حسام غالي في الوقت اللي كان بيلعب هو وبيرتدي فيه ألوان فريق فاينرد، كانت يعني انطباعاتك عن حسام غالي عن الفترة اللي قضاها والأثر سابه في يعني في عند مشجعين طبعا فاينرد أو عند المسؤولين عن الكرة الهولندية في التوقيت ده؟ كما قلت أنا قابلت الكثير من اللاعبين وهو قد كان يلعب في فاينرد، كانت لحظات صعبة، كان فاينرد لديه مشاكل مالية، ولكنه أظهر موهبة كبيرة على مستوى خط الوسط، وكان لديه موهبة كبيرة في المرور من أي لاعب، وكان لديه موهبة كبيرة في الكرات الثابتة، فأعتقد كان خط منتصف قوي، وكنت أرى مباريات فاينرد وشاهدها، كان لاعبا جيدا جدا، كان يجب علي كمدافع أن أحذر منه جيدا، لأنه كان لاعبا جيدا ولاعبا مهاريا جدا. ولسوء الحظ حينما أتيت لفاينرد روتردام في 2007 قد غادر هو بالفعل لتوتنهام. صحيح. يعني عموما بقى يعني مع نجاح تجربة حسام غالي في فاينرد، أعتقد برضو في بداياته أحمد حسام ميدو كان بيلعب لأياكس أمستردام وقدم مردود قوي جدا. أضيف على ده نجاح لاعبين مصريين في دوريات مختلفة زي زيدان في ألمانيا، أحمد حسن في بلجيكا، محمد صلاح والنني في إنجلترا. وأنا عارف طبعا أنه مدرسة اختيار المواهب الصاعدة في هولندا واحدة من أفضل المدارس على مستوى العالم، ليه الأندية الهولندية ما لفتش نظرها اللاعبين المصريين أو ما كانش فيه خليني أقول رواج للعب المصري في السوق الهولندي؟ كما قلت من قبل الأمر يعتمد على النواحي المادية، فهولندا لديها قواعد خاصة برواتب اللاعبين، فإذا أحضرت لاعبا صغيرا من مصر يجب عليه أن تدفع له راتبا مبدئيا، ويكون هذا الراتب كبيرا جدا، وليس كل اللاعبين الذين تستخدمهم من الخارج يكونون في المستوى المناسب لهذا الدوري، فلدينا الكثير من المواهب الذين نستطيع أن نستثمر فيهم في هولندا. فكما قلت في البوندسليغا يوجد الكثير من الأموال وأيضا لديهم الكثير من المواهب. آمل
آمل أن نجد في السنوات القادمة مواهب جيدة من مصر لنستخدمهم لهولندا وأن يكون هناك فرصة للتطور لهم في أوروبا. كيفن هوفلاند نجم ايندهوفن وفولفسبورغ الألمانية السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى ظهورك معنا في السادسة، كل الشكر وكل التوفيق ليك في مشوارك. ده كان لقاءنا مع كيفن هوفلاند طبعا اللي اتكلمنا فيه على يعني تجربته كلاعب، اللي يمكن في الوقت ده كان بيلعب معاه حسام غالي لكن في فريق فاينر، طبعا كان واحد من الناس اللي دربه عمر مرموش في بداياته.